اللجنة بتتوجه طبعا كذا وكذا، وانه العمل الاهلي يعمل تحت اشراف ضامن لعدم تجاوز القانون او القواعد المنظمة لهذا النشاط حتى يوجه لتنمية المجتمع في المجالات المتنوعة. الكاتب الكبير الاستاذ وحيد حامد، مساء الخير يا استاذ وحيد. مساء الخير يا استاذ احمد. مساء الفل، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. تابعت بيان التضامن امبارح وبيان المؤسسة اليوم؟ تابعته وبرفض البيان بتاع امبارح. ايوه. وبرفض البيان بتاع النهارده. تمام. ليه يا استاذ وحيد؟ اتفضل يا فندم. بص حضرتك، ده مش حكم محكمة. اي فندم. حتى لو كان ده حكم محكمة فممكن الاستئناف والمرة واثنين وثلاثة يعني. ايوه فندم. لكن انا بطعن اولا عندي حاجتين، من حيث الشكل. ايوه. ومن حيث المضمون. ايوه فندم. وسوف اتولى الرد بالتفصيل في نفس الجريدة التي طرحت الموضوع. أي فندم. لكن لازم أرد على الهجمة الشرسة اللي بيوجهها الإعلام المرئي لشخصي ولشخص الأستاذ أسامة داوود الذي أثار نفس المشكلة في جريدة فيتو. ما حدش وجه لحضرتك، أنا أتكلم عن نفسي. يعني أنا هقول لحضرتك كويس؟ أنا امبارح كنت واضح. طيب. ما قلتش اسماء والامر الاخر، اتكلمت بشكل عام، ولكن ليست هناك هجمه شرسه، ولكن على الاقل المكان حضرتك لك حق الرد والتعبير وعلى الاحترام الكامل. اتفضل يا فندم. اولا هذه اللجنه كان يجب عندما دخلت المستشفى ان تنحي الاستاذ شريف ابو النجا ومعاونيه. ايوه. عن إدارة المستشفى حتى تقوم بإجراءاتها في التحقيق في شفافية ونزاهة، وهذا لم يحدث. كويس. ثانيا. أيوه. كان يجب على هذه اللجنة الموقرة أن تلجأ إلينا وتسألنا عما لدينا من معلومات وترى ما لدينا من مستندات وتثبت صحتها وتقبل بها أو ترفضها. أيوه. وهذا لم يحدث. أي فندم. ثانيا. أيوه. نأتي إلى جوهر القضية. في مقالاتي أنا طرحت عدة نقاط رأيت أن فيها ما يعني انحراف في المستشفى. أيوه. تقرير اللجنة الموقرة لم يتطرق إليها على الإطلاق. أيوه. مثل قلت ان هذا المستشفى بتدير عائلة واحدة هي عائلة الدكتور شريف ابو النجا. أيه. هو وزوجته والاستاذ محمود التهامي زوج شقيقته وابن اخته يعني واقاربه، وسوف يعني اوضح هذا تفصيلا. واللجنة الموقرة لم تتطرق الى هذا الامر وتقول لنا ان ده مشروع او غير مشروع. قلت ان ما يصحش ان احنا نستغل الاطفال المرضى المساكين في الاعلانات التي نستجدي بها التبرعات، لان ده منافي للانسانية ويعتبر اهدار لحق الطفل والطفولة وقوانين الرعاية الخاصة بالاطفال. طيب. فهل تطرقت اللجنة الى هذا الامر؟ لم يحدث. قلت ان المستشفى لا يقبل اي طفل سبق له ان تم علاجه خارج المستشفى ليعالجه ويأخذ الحالات وهي في بدايتها وليست في حالاتها المتأخرة، وهذا يتنافى مع ابسط القواعد الانسانية. نعم. فهل تطرقت اللجنة الى هذا الامر؟ لا، لم يحدث. تحدثت عن الميزانية المرصودة للعلاج واتضح انها اقل من ميزانية الاعلانات، حيث ان ميزانية الاعلانات تفوق ال 125 مليون جنيه في السنة الواحدة. فهل تطرقت اللجنة المحترمة الى هذا الامر؟